كاس كاس افريقيا كاس العرش كاس، ولكن بعدنا تراكم عده مشاكل ادت انه الفريق عاش جوال مزيان. هذه السنه البدايه كانت بدايه كما كان يمكن رشيد التونسي كان المدرب، من بعد ما جا المدرب الفرنسي اللي بدا واحد المرحله اي كان المدرب يجي كان صعيد البلد ديالو حق نتائج ايجابيه، ولكن اللي كتجي واحد الواقع جديد اللي كيكون كيعيش فيه الفريق اللي هو